يسعد صباحكم. احنا في طريق عقبة المفتي رايحين لجمعية المكفوفين العربية اللي هي داخل البلد القديمة وموجودة في هذا المقر من سنة 1932. هذه هي جمعية المكفوفين العربية. اهلا وسهلا فيكم، شرفتوا. جمعية خيرية، واللي أسس الجمعية هو شخص كان مبصر وفي سن السابعة من العمر، هو صبحي طاهر الدجاني، كف بصره نتيجة مرض السحايا، فحب إنه يكمل تعليمه بس للأسف ما أي مدرسة قبلت إنها تكمل تعليمه بسبب إنه صار كفيف. وبهداك الوقت إنه الشخص الكفيف ما في أي جهة بترضى إنها تقبله أو تدمجه مع الأفراد العاديين، فبمساعدة شخص من دار الخالدي تم تسفيره للخارج للندن، وتعلم القراءة والكتابة في لندن، وتعلم لغة المكفوفين، بعدين درس الجامعة، وأول كفيف على مستوى الوطن العربي بيدخل الجامعة وبيدخل مدرسة من أجل تكملة تعليمه. فكان فكرة تأسيس المؤسسة والمدرسة من أجل رعاية المكفوفين وتأهيلهم للقراءة والكتابة، ومثلهم مثل باقي أي أفراد المجتمع إنهم يقدروا إنهم يتعلموا ويعيشوا حياتهم عادية، ما يكونوا عالي على المجتمع، يطلعوا لوحدهم، بيعودوا للبيت لوحدهم، يكون إلهم اعتماد، يعتمدوا على ذاتهم، ما يكونوا عالي على المجتمع. اهلا وسهلا، احنا هون في المنجرة اللي بتحضر الخشب كله تخزيق وتجهيز للمكفوفين على اساس انهم يشتغلوا فيه ويجهزوا لاخر مرحلة. يعني كانت فكرة تأسيس المؤسسة هاي سنة 32، وأوجد أيضا تأهيل مهني للمكفوفين حتى إنهم يعتاشوا منه، وهي كانت بفكرة بسيطة، فراشي ومكانس بمختلف أنواعها كلها كانت تصنع يدويا، والأجهزة اللي كانوا يستعملوها بالسابق برضو كانت عن طريق اليد وبسيطة جدا، وما زالت لغاية الآن تستعمل صناعة الفراشي والمكانس. هذه المؤسسة بتدرب المكفوفين على التأهيل المهني الخاص فيهم، فبنلاحظ المواد اللي بيستعملوها المكفوفين لصناعة الفراشي والمكانس مواد طبيعية 100%، تزرع خارج البلاد، تزرع جميعها في الهند أو المكسيك، زراعة موسمية وهي غالية الثمن. فبنلاحظ إنه هاي المكانس بتكون صناعة يدوية بيشتغلوها من الخشب الخام، بالإضافة للقش الموجود، بالإضافة للسلك. هذه الأشياء اللي بيستعملوها للفراشي جميعها مواد طبيعية 100%. نستعمل قش البسيل لصناعة مكانس الشوارع، نستعمل شعر الخيل لفراش الأحذية أو مكانس داخل البيوت، برضو بنعمل فراشي للزفتة وللكحلة اللي هي عبارة من الليف الأبيض وقش جوز الهند، برضو بنعمل فراشي للزفتة من الليف، برضو في عنا فراشي لغسيل السيارات من الليف، وفي عنا فراشي للأرض بمختلف أنواعها من الناعمة ومن الخشنة. حبينا إنه إيش بنقدر نعمل بشغل المكفوفين بالمواد الخام، لأنه إحنا في شارع سياحي وبدخل علينا سواح بحاولوا إنهم يتعاملوا مع المكفوفين، يزوروا المكفوفين، يقعدوا معهم فترة طويلة، بحاولوا إنهم يتعلموا شغل المكفوفين وهم موجودين عندهم، بحاولوا يمضوا نهار كامل هم وطلاب المدارس إنهم يتعلموا كيف المكفوف بيشتغل هاي الفرشاي. فإحنا حاولنا نعمل
بهذا الأسلوب، إنه هاي اللي عملناها بتعتبر إنه كمنظر ومنه كدعم للمكفوفين، إنه إذا دخل في عنا سواح أو أي حدا تاني ممكن إنه يشتريها ويكون تبرع للمكفوفين. ثمنها بدون ثمن هادي بتكون تبرع للمكفوفين وللمؤسسة. هاي معمولة من الليف الأبيض وقش جوز الهند، ممكن يستعملها تعليق يحطها بالسيارة، ممكن يستعملها لمفتاح، ممكن لأنه من صناعة المكفوفين. ماشي معك الليف، الشغل الليف كويس منير. الجمعية بتضم ما يقارب أكثر من 150 كفيف، بتضمهم من جميع أنحاء الوطن. الجمعية هاي تعتبر هي الجمعية الأم للمكفوفين، فأي كفيف في داخل الوطن من حقه الانتساب إلى هذه الجمعية والانتماء إلها وتلقي خدماتها. فبنلاحظ المكفوفين اللي بينتموا لهاي المؤسسة مش مكفوفين منطقة القدس لوحدها، لا، في عنا مكفوفين من رام الله، في عنا مكفوفين من بيت لحم، من الخليل، من نابلس، من جنين، من طول كرم، من سلفيت، من طوباس، من قلقيلية. في عنا مكفوفين عدد كبير اللي هو بنقدر نقول أكثر من 150 كفيف بتضموا من جميع أنحاء فلسطين، بتقدم لهم الخدمات اللي بتتوفر لإلها حسب إمكانيات الدعم اللي بتكون متوفرة للمؤسسة، وبتحاول إنها تقدم لهم أكثر، بس للأسف ما في مجال لأنه ما في دعم إنه يدعم الجمعية في ظل الأوضاع السيئة اللي بتمر فيها هاي المؤسسة بسبب جائحة كورونا. أثر هذا كتير على المؤسسة من ناحية العمل، من ناحية بيع إنتاج المكفوفين، من ناحية الديون اللي تراكمت عليها، فسبب إلها ضائقة مالية كبيرة لغاية الآن مش قادرة إنها تخرج منها. فبنتمنى من أهل الخير إنهم يمدوا إيد المساعدة لهالمؤسسة هاي من أجل إنقاذ المكفوفين، لأنه هاي المؤسسة إذا اتأثرت بشكل كبير وتأثر المكفوفين، فبيصبحوا المكفوفين اللي بترعاهم المؤسسة اللي هم أكثر من 150 كفيف منتسبين إلها، عالي على المجتمع وبحاجة لمين إنه يرعاهم. أنا اسمي منير شاهين من بيت لحم، باجي كل يوم من بيت لحم للقدس، بنزل على باب العمود، من باب العمود بنزل على الجمعية، بشتغل فراشة ومكان جميع أنواع الفراشة. الحين أنا بشتغل فراشة، هدول الكحل اللي بيسموها، برمي في النهار تقريبا 24-30 حبة. كتير ناس يعني بحبوا يجوا على القدس ويوصلوا القدس ويزوروا القدس. يعني أنا يعني طبيعي كطبيعتي كل يوم في القدس يعني متعود، وأحلى شيء يعني مدينة القدس. يعني المكفوفين كأفراد لا، ما بتعرضوا لأي مضايقات من قبل الاحتلال، بينما المؤسسة اللي بتحواهم هي بعض الأحيان بتتعرض لمضايقات بشكل مالية، ممكن إنه يفرضوا عليها غرامة مالية مبلغ كبير بدون أي سبب، مع إنه الأوراق تسلم رسمية وسليمة وما فيها أي إشكالية، بينما هم بيعملوا من أسباب المضايقات إنه هاي مضايقة للمؤسسة بشكل غير مباشر. شايفين أنا بشغل بجهز الفراشي زي ما أنتم شايفين، وأنا بقوم بتبرغ الفراشي، وهي أنا ببرغي بالفراشي تكون يعني الفرشاية جاهزة بالشكل هذا، كل فرشاية جاهزة. هاي فرشاية للشوارع، هاي ممكن نسي، هاي ممكن نسي للشوارع، هاي بتحس بأن مدينة القدس إلها ريحة غير عن روائح الأماكن التانية، إلها مكانة في القلب غير عن أي مكان تاني، بتحس بوجودك فيها كأنه أنت في منطقة
إلها مكانتها المقدسة، إلها الإحساس الإنسان بحس فيه بوجود فيها. أي إنسان بيكون بعيش فترة طويلة في مدينة القدس بحس إنه مدينة القدس أصبحت جزءاً منه، ما بيقدر إنه في يوم من الأيام إنه يبعد عنها أو يتخلى عنها. تبرعات أهل الخير هي أكبر داعم من أجل استمرار الجمعية في تقديم خدماتها للمكفوفين، وتبرعهم هاد بيساعد الجمعية إنها تضل قلعة صامدة وشامخة في قلب مدينة القدس من أجل رعاية المكفوفين.